اغتيال أحرار الشرقية وتوجه الاقتحام الجارف مع الأخوة الأحرار. في اليوم الماضي أعلن بدء معركة تحرير الباب، طبعا تم السيطرة على جبل شقاقيل والمشفى الوطني، واليوم إن شاء الله جهزنا قوة كبيرة من المقاتلين والعتاد لتحرير باقي المدينة من رجل تنظيم داعش. طبعا رسالتي للإخوة في إخوة المدنيين داخل مدينة الباب، نحن إخوانكم ونحن أبناؤكم، جئنا لنصرتكم ولرفع الظلم عنكم.